وهو فيلم بولوني أو بولندي لمخرجه بول كويكس الذي سندعوه إلا أن يلتحق بنا هنا طبعا على الخشبة تحت تصفيقاتكم من مخرج البولندي الذي الفيلم الثاني هو فيلم الملجأ من سويسرا لمخرج سيمان ميغر من سويسرا والذي تعذر عليه الحضور بسبب ظروف العمل. الفيلم الموالي أعد هو المسافات الطويلة من مخرجته إيزابيل فرنانديز من إسبانيا. المفروض أنها معنا هنا، ندعوها لأن تلتحق. الذين بدأوا المسابقة من أجل تغيير قدرهم فقطعوا آلاف الكيلومترات بشكل غير شرعي حتى وصلوا إلى برشلونة. تجاوزت أعمارهم 18 عاما وهم الآن خارج نظام حماية القاصر، فيبحثون عن أخذ تصريح للعمل. هذا الفيلم يتحدث عن الهجرة التي تطرقنا لها طبعا في بداية هذا الحفل الافتتاحي، وقلنا بضرورة تغيير الصور النمطية حولها. الفيلم الرابع هو فيلم الإدراك عن الطعام لمخرجه الفلسطيني أشرف مشهراوي، والذي وبسبب الحصار الغاشم على غزة لم تمنح السلطات الإسرائيلية تصريح المغادرة على الرغم من غزة، خاصة وأن الفيلم يتحدث عن تجارب السجناء السياسيين الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل والذين يقومون بإضراب مفتوح عن الطعام للحصول على ظروف احتجاز أفضل عندما تكون السينما أو الفيلم الوثائقي في خدمة القضية الفلسطينية. من المملكة المتحدة وفرنسا يمثل فيلم جزيرة الألف كمان لمخرجه مارك كيدل الذي ندعوه للالتحاق بنا. وفي انتظار ذلك هناك الفيلم الموالي وهو فيلم تونسي عن الأمير عبد القادر. فيلم تونسي ندعو مخرجه أكرم رضواني للالتحاق بنا تحت تصفيقاتكم. الفيلسوف الإسلامي ذو النزعة الإنسانية والقائد العسكري المدهش الذي قاد الحصار الجزائريين بإمكانيات متواضعة في معركة التحرر. تجربة وثائقية عن الأمير عبد القادر تأتينا من تونس، أمير عبد القادر الجزائري طبعا، ومن المغرب من إخراج رجاء الصديقي فيلم RGB نساء على مدار الساعة تحت تصفيقاتكم. في مهارة يتحدث عن المهاجرات السنغاليات في مدينة الدار البيضاء، إذن هي تحاول أن ترسم يوميات هؤلاء المهاجرات وما تعشنه وكيف تكابدنا ظروفا عصيبة من أجل الاندماج في المجتمع المحلي ومن أجل كذلك لقمة العيش. ومن فرنسا ومن إخراج فيلم باوند فيلم الذهب الأحمر
يتحدث عن تاريخ نقل الدم من خلال مسار الطبيبة اليهودية الأمريكية من أصل ألمانية هيربرت شتيرن، يسلط الضوء على الحواجز النفسية المرتبطة بنقل الدم بخلفية عنصرية. إذا فيلم طبعا يتحدث عن ظاهرة ويتحدث عن مسألة نقل الدم من خلال تسليط الضوء على الأسباب والحواجز النفسية. المنتجة التي نريدها أن تلتحق بنا على هذه الخشبة هي ميروبيل فريفيل، إذا كانت موجودة. لن تلتحق بنا هي منتجة فيلم جزيرة الألف كمان، الذي يمثل بلدين هما المملكة المتحدة وفرنسا كذلك. ومن لبنان من الشرق فيلم مرسيدس من إخراج هادي زكاة، يتحدث عن 60 عاما من تاريخ لبنان المعاصر من خلال قصة سيارة مرسيدس 180 وعائلتها الألمانية اللبنانية المعروفة باسم مرسيدس. هي قصة سيارة من الوجه بولونيا والملجأ سويسرا.